حافظ حافظ عليهم الاصابات كمان. استاذنكم يا كباتن، خلينا نروح لارض الملعب ومراسلتنا سلا حامد من صاله الامير عبد الله الفيصل ولقاء مع المدرب العام الكابتن احمد الجرحي. اتفضل يا سلا. من جديد برحب بك طبعا يا كابتن هيثم وكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت، يمكن معي في هذه اللحظات طبعا الكابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق الاول لكره السله الرجال. اكيد يا كابتن احمد، في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز اقول لك طبعا مبروك النهارده الفوز على نادي الجزيره، الجوله طبعا قبل الاخيره في الدور الثاني من بطوله دوري السوبر. كلمني عن المباراه النهارده وشايف ازاي اداء لاعبين النادي الاهلي امام الجزيره. لا اكيد طبعا، الله يبارك فيكي في الاول، وبرحب بكابتن هيثم مش معاه كابتن سرعاوي تقريبا، رحب بكابتن سرعاوي وكابتن اشرف الكردي طبعا. اكيد الحمد لله على المكسب. اول حاجه راضيين عن الاداء بنسبه 100%. 35 دقيقه اخر 5 دقائق طبعا ما فيش رضا عن الاداء. هقول في دلع في اخر 5 دقائق، في تخاذل، في ثقه زياده. بالنسبه لنا دي مش هتمر مرور الكرام اكيد، لان دي حاجه بتاثر بالنسبه لنا احنا في شخصيه الفريق، مش احنا كجهاز مش متقبلينها تماما، وهيكون فيها وقفه اكيد. ولكن كمجمل الاداء كل اللعيبه الحمد لله، اللعيبه ماتش الماتش احسن، وبس اللي بنطلبه ان ال 40 دقيقه يبقوا زي بعض. فالحمد لله على المكسب، وان شاء الله يعني اللي جاي يكون مكسب باذن الله. باذن الله يا كابتن احمد. طبعا مباراه الجزيره خلاص، الماتش اللي جاي ان شاء الله يعني اللي هتكون اخر مباراه في الدور الثاني امام الاتحاد السكندري، ازاي يا كابتن هتستعدوا للمباراه دي ان شاء الله من بعد مباراه الجزيره؟ اكيد نفس الروتين بتاعنا العادي، بكره ان شاء الله في تمرين بالليل، وبعد بكره بيبقى عندنا زي محاضره فيديو تمرين، وبنسافر على اسكندريه عشان ماتش ان شاء الله يوم الاثنين. مباراه زي مباراه، نفس الروتين ما لهاش حسابات اخرى. انت بتلعبي اتحاد اسكندري زيه زي تقريبا، يعني نتغلب ماتش بس واحد مننا، لكن كسب كل الفرق، واحنا الحمد لله كسبنا كل الفرق. مباراه كبيره الناس كلها بتحب تستمتع بيها، فرقتين كبار، مستوى قريب، اجهزه فنيه على اعلى مستوى، فاكيد هنبقى ماتش يعني ان شاء الله يليق باسم الفرقتين، وان شاء الله كده يكون مباراه جميله، وباذن الله يعني يكون الفوز من نصيبنا لو احنا في يومنا باذن الله. كابتن احمد، طبعا شفنا في المباراه اللي فاتت امام نادي الزمالك، والمباراه دي كابتن اجاستي او مستر اجاستي صعد يعني العديد من اللعيبه الشباب من الفريق تحت ال 20 سنه، تعويضا طبعا للعديد من الاصابات الموجوده في صفوف الفريق. يمكن طبعا عايز اتكلم مع حضرتك عن النقطه دي، واللي هي طبعا الروتيشن ومشاركه العديد من اللعيبه الشباب، وكمان تطمنا على حاله المصابين ومواقفهم ان شاء الله طبعا من الفتره اللي جايه، ايهاب امين، احمد مهيب، وطبعا عبد الله ناصر بيدو. والله يعني مهيب ممكن يكون قدامه كده مش اقل من اسبوعين، عبد الله من اسبوع ل 10 ايام، ايهاب اتمرن وبكره ان شاء الله في التمرين. عمر طارق وابو النصر كويسين، بس فضلنا النهارده نديهم راحه اكتر. فان شاء الله يعني الناس كلها هترجع باذن الله قريب. بالنسبه للسؤال تاني سالتي على اللعيب، لا معلش الشباب طبعا يا كابتن الشباب. لا ده طبعنا يعني، النادي هنا الحمد لله قطاع ناشئين، قطاع ناشئين قوي جدا من 7-8 سنين الحمد لله. يعني النادي الاهلي بيجني يعني ثمار تعب 10 سنين لكل مدربين قطاع الناشئين واللعيبه مميزين. بنقدر ان احنا ندخل لعيب ورا التاني في الدرجه الاولى غير اللعيبه اللي مسافره، فالحمد لله النادي الاهلي عنده ذخيره كويسه. لو اي لعيبه من اللعيبه الكبار مش موجود، في البديل اللي هو يقدر يسد مكانه، وحتى لو اللعيبه الكبيره موجوده اللعيبه الصغيره داخله في كومبيتيشن جامد مع اللعيبه الكبيره، ودي منافسه لصالح الفريق الحمد لله. كابتن احمد بشكر حضرتك جدا، وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه امام نادي الاتحاد السكندري، ومبروك تاني. الله يبارك فيك، شكرا. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقاءنا مع الكابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق الاول لكره السله رجال، ويمكن